طبعا كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين في صاله تنس الطاوله اللي تم افتتاحها ايضا، وكانت هنا جوده لاعبتنا العملاقه الصغيره في السن الحقيقه والمعجزه، كان تمت 15 سنه واتعمل لها عيد ميلاد. ما فيش عيد ميلاد احلى من كده. كابتن خطيب والمهندس خالد واعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين يا هنا، فحاجه جميله جدا. بالمناسبه هنا جوده دي نتاج انشاءات النادي الاهلي او نتاج انشاءات صالات النادي الاهلي اللي موجوده في كل فرع. تخيل حضرتك لو ما كانتش البنيه التحتيه اللي بيعملها النادي الاهلي جوه فروعه المختلفه او جوه مقراته المختلفه كانت موجوده بهذا الشكل، كان ممكن نفقد سهل جدا، كان ممكن نفقد موهبه زي موهبه هنا جوده ومواهب اخرى كثيره جدا في الجمباز. زي ما حضراتكم شايفين الحاجات دي ما بتلاقوهاش في اي نادي، الصالات دي ما بتلاقوهاش في اي نادي. انت اللي حضرتك شايفه ده كلام بيكلف ملايين وملايين الجنيهات،